المصري كان مولود جديد سنة 60 وولد التلفزيون المصري عملاقا، بمعنى كلمة عملاقا. فكان بيعمل مهرجانات سنوية اسمها مهرجان التلفزيون العالمي. سنة 65 دوروا على حد يستقبل الوفود الأمريكانية والفرنسية، سوبر ستار من أمريكا يعني جاردنر ماكي وروجر مور اللي هو عمل. فقال لهم أنا أجيد اللغات وبتاع، قالوا تعالى تستقبلهم في المطار وتستقبلهم في ترجمان، حاجة زي ترجمان. لكن إيه اللي حصل له بقى؟ القدر برضو، بقول لك القدر ونجوميته وتواصله مع الناس وحب الناس له وحبه هو كمان للناس. كان اللي بيقدم الفنانين في الوقت ده الأستاذة الجميلة ليلى رستم. بعد ما قدمت الناس خدت بعضها وروحت. ساعتها رئيس التلفزيون في ذلك الوقت اتجنن، هي راحت فين؟ هي طب احنا لسه ما قدمناش، طب في حد هنا من الإذاعة؟ قال له أنا هنا من الإذاعة. دخل وقدم الناس وعمل تصورات في 50 دقيقة مدهشة محدش يعرفها قبل كده. يعني زي على سبيل المثال قدم جاردنر ماكي وقدم معاه سعاد حسني، وقال سعاد حسني انتوا لو هتعملوا مشهد تعملوا ايه؟ فسعاد ما بتعرفش لغات فقالت له اي لاف يو، فراح جاردنر ماكي واخد سعاد حسني ومايلها كده وبسها بوسه تلفزيونيه على خدها. فالجمهور يعني جنن وقعدوا يسقفوا وبتاع وحاجات زي كده. فاتصل بيه عبد القادر حاتم قال له انت عملت جو مدهش وحاجات زي كده. فلا انت عبد القادر حاتم وزير الاعلام انا كان وقتها وزير الاعلام وشاف المشهد، ومن هنا بدات نجوميه سمير صبري. سنه 65 انهالت اولا عليه العروض العروض السينمائيه انهيال رائع لانه كان بيقبل اي شيء. وبعدين له برضو قدرا زواجه من مورين الإنجليزية وخلف منها برضو جلال على اسم والده. ما كانش دايما بيحب يتكلم عن كان يعني بالنسبة له ليلى خط أحمر، يعني مقفل جدا على الموضوع ده. صحيح رحمة الله عليه. هو كان دي محب الفن مع ابنه. ده جلال ابنه مواليد 60 وعنده 3 أحفاد كان بيزورهم وبيزوروه. فهو رجل عاشق فنه ورائد من رواد التوك شو النادي الدولي وهذا المساء طبعا، وراجل حب الناس والناس حبته وكان مدرسة استعراضي في حد ذاته وفرقته الاستعراضية طبعا والفوازير. يعني هو كان مدرسة مدرسة وعلم الناس في الإعلام تحديدا إزاي يفزوا أفزة جامدة من مجرد الإعلام الكلاسيكي للإعلام وكان الحركي. سابق عصره بمراحل. كان سابق عصره طبعا طبعا، وكان دايما عينه على كل شيء جديد وإزاي يمصره إزاي يحوله، مش بسخافة إن أنت تتفرج على برنامج وتحس إنه غريب عنك، لا ده هو كان بيست. لا 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 لدرجة إن الناس اللي عايزة الموهوبة ده هو اللي اكتشف حسين كمال مثلا. فهو كان شخص جميل رحمة الله عليه، فقدنا